يبحث الملايين من عشاق الدراما التركية والمسلسلات التاريخية المدبلجة عن تردد قناة اي تي في لمشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل التاريخ المؤسس عثمان، حيث يحتل مسلسل المؤسس عثمان أهمية كبيرة لدى المشاهد العربي الذي يبحث عن حلقات المسلسل المدبلجة على القناة الفضائية. إن شاء الله هسيب الترددات لقنوات الناقلة للمسلسل أسفل الفيديو في صندوق الوصف. مسلسل جميل جدا فعلا ويستحق النشر، ولقى جماهيرية كبيرة جدا جدا، وهي طبعا شخصية عثمان اللي الناس كلها بتحبها، اللي بتواجه العديد من الأعداء والخونة، وهو في سعيه بيوضح كيف يستطيع التغلب على هذه العقبات وتحقيق مهمته بمساعدة رفاقه المخلصين وعائلته وأصدقائه. لكل محبين هذا المسلسل أتمنى اللايك للفيديو والشير علشان كل الناس تعرف ترددات القنوات الناقلة بإذن الله. هسيب أسفل الفيديو في صندوق الوصف الترددات لقنوات الناقلة. بشكركم على المتابعة وأتمنى تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بإذن الله. أشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.